أعزائي، يعني في نهاية حلقتنا لليوم لابد للتغذية أنه يكون لها نصيب. رح نستكمل ما بدأنا فيه الحلقة الماضية والحديث عن النظام الغذائي لمن أجروا عمليات تصغير المعدة. معنا بها الصباح خبيرة التغذية دانا بدقجي. صباح الخير دانا، أهلا. صباح الخير، كيف حالك؟ تمام، كيفك أنت؟ منيحة الحمد لله، نورة. تسلمي أنت كمان. دانا، يعني احنا بدينا حكينا عن انه اللي بيعمل عملية تصغير معدة او عملية الحلقة او يعني باشكالها المختلفة اللي هي عمليات التنحيف، لابد انه يكون في نظام غذائي ايضا بعد العملية للمحافظة على الوزن اللي عم بنزلوه. حكينا عن عملية الحلقة، تركيب الحلقة في المعدة الاسبوع الماضي. هذا الاسبوع رح نحكي في عنا عمليتين لسه، اللي هي تصغير المعدة وتحويل المسار، ويمكن هم التنتين بتشابهوا. نحكي بداية نصائح لمن أجرى مثل هاي العملية في أول شهر. هلأ زي ما حكيتي دايما، الأسبوع الماضي تطرقنا لموضوع الحلقة وتصغير المعدة. صراحة احنا يمكن حتى نسينا نذكر عملية البالون اللي هي تقريبا تشبه الحلقة وتقريبا نظام الأكل. طبعا أخف، وهي بتنحط لمدة معينة، بس عادة بتكون لست شهور وبعدين المفروض أنها تنشال، ما بتضل. أما الحلقة طبعا بتضل مع صاحبها لفترة طويلة، وممكن حتى ما تنشال، ممكن تضل، بس يصير عليها تعديلات زي ما حكيت المرة الماضية، إنه بصير الدكتور يخفف من الضغط عليها، بيحقنها بزي ما قلت سائل أو سيليكون، على أساس يغير من إذا مثلا المريض الضايق بيفتحها شوي، أو إذا حس إنه رجع ياكل عادي بيرجع بيصغرها. بس البالون المفروض إنه ينشال بعد 6 شهور، والمفروض إنه تكون أدت عملها خلال هالفترة. طبيعة أكل هاي العملية تقريبا بتشبه كتير اللي حكيناه بالحلقة الماضية، إنه تصغير الكميات وأكل شغلات إنه ما تضايق أو يكون فيها صعوبة بالبلع، وما يكون في أخذ سوائل مع الأكل علشان ما ينزعج المريض من وجودها، لأنه وجود البالون بيقدر المريض يحسها بإيده بمعدته، يعني تتحرك مع سوائل المعدة، فالمفروض أنه ينتبه على أنواع الأكل ووجود السوائل بخلال الوجبات. هلأ القسم الثاني من هاي العمليات اللي هي زي ما حكيتي، اللي هي تكميم المعدة. هلأ علموني على اسمها العربي، اللي هي السليف جاستروكتومي اسمها بالإنجليزي، اللي هي تصغير كل المعدة، أو عمل بتنقص بشكل زي الكم، عشان هيك سموها تكميم. بيصغر حجم المعدة، وبتصفي الكمية اللي بيقدر ياخدها المريض كتير قليلة. والعملية الثانية اللي هي الجاستريك باي باس، اللي هي تحويل مجرى المعدة. بتم تصغير المعدة، هي عادة بتتم على مرحلتين، تصغير المعدة حجمها بيصغر كتير، وبنفس الوقت مجرى المعدة نفسه بيتغير، اتصال المعدة بالأمعاء الدقيقة لمجرى تاني اللي هي بتضلها على الأمعاء الدقيقة، بس بيختصر جزء كتير كبير منها. وهذا دايما يعني الشائك بموضوع هاي العملية، لأنه هون بيصير في عندنا تغييرات كتيرة، تغييرات ما فينا نرجع نعدلها، اللي هي عملية بسموها irreversible procedure، عملية ما بترجع، ما بنقدر نرجعها على وضعها الطبيعي، لأنه بتنقص مدى الحياة، أو يعني على كلتا الحالتين المعدة بتنقص. طبعا بتنقص وبتم تقطيبها، بصير طبعا مستحيل أنه نرجع نرجعها لوضعها الطبيعي. هلأ الأكل بهاي الحالات بيعتمد، يعني نجاح العملية بيعتمد على نوع الأكل، فكتير مهم للأشخاص اللي اليوم عم بيتابعونا أو بيعرفوا أشخاص تانيين عاملين هاي العملية، إنه ينبهوا. حتى يعني أنا دايما أنا بهاجم الدكاترة إنهم ما بيشرحوا للمريض كيفية الأكل من بعد هاي العملية. المريض يمكن نفسه دانا لما بيعمل مثل هاي العملية بفكر إنه خلاص هو نحف وخلاص، وبرجع يمارس حياته بشكل طبيعي، يمكن حتى ما بيفكر بزيارة أخصائي التغذية. صح. بعدها، لأنه ما بيتم توجيهه لأخصائي التغذية. وحتى إحنا كنا هلأ تحت الهواء برضو عم نحكي بهذا الموضوع، لأنه الموضوع كتير صار شائع، كتير في أشخاص عم بيعملوا هاي العمليات، إنه الطبيب اللي بده يعمل هاي العملية المفروض يفهم نفسية المريض اللي قدامه، يعني إن كان حتى وزنه عالي كتير بينفع يعمل له أكتر من نوع من العمليات، اللي هو خلينا نقول لو كان خيار أمامه ما بين الحلقة وما بين تحويل المجرى، إنه
جائز يعني التنين بيقدر يسوي له اياهم، يحاول يفهم نفسيه المريض او يحوله على اخصائي تغذيه يعطي ملاحظاته للطبيب. في اشخاص سهل عليهم جدا الخداع بالاكل، وزي ما ذكرت لك المره الماضيه انه اسهل ما يمكن اخذه بهاي العمليات اللي هي الشغلات السائله، وفي شغلات سائله كثير بتزيد من الوزن مثل الايس كريم مثلا، مثل الشوكولاته، مثل انواع الحلويات اللي بتدوب، وهي سهله كثير انها تتاخذ بهاي العمليه، ما بتزعج صاحبها ابدا، ونفس الوقت بتزيد الوزن كثير، فكانه ما عملنا شيء يعني. فعلشان هيك احنا بنقول نظام الاكل دائما مهم كثير بكل العمليات، بالاخص هاي العمليات اللي هي عم نحكي عنها اليوم اللي هي تحويل مجرى المعده. الامتصاص بيختلف جدا، يعني الشخص فعلا بيصير جهازه الهضمي مختلف تماما ما قبل العمليه وما بعدها. اول اسبوع في لها اربع انواع من الانظمه الغذائيه بيمر فيها المريض، ولابد انه ينتقل فيها بالتدريج، ويعطي الطبيب التصريح انه ينتقل للمرحله اللي بعدها اعتمادا على درجه شفائه. اول مرحله اللي هي بتكون لمده اول اسبوع او اسبوعين من العمليه، اللي هي بسموها الكلير فلويد دايت، انواع السوائل اللي بتقدري تشوفي من خلالها، اللي هي المي، مرقه الدجاج واللحمه، حتى الجيلاتين او الجلو اللي ما فيه سكر ابدا، وانواع العصائر المخففه، حتى انواع العصير اللي بده يتناولها المريض بدها تكون انواع عصائر معينه مثل التفاح، العنب، التوت البري، وتكون مخففه بمي، يعني ما تكون السكر مركز. ما بيصير البردقان اكيد لا، اللب تبعه ما بيصير، المانجا اكيد لا ما بيتحمله، وهون في خوف كثير انه يصير في التهابات من بعد العمليه. فهاي الانواع المسموحه فقط، وحتى طريقه اخذها المفروض كمان تكون بطريقه معينه وباوقات وكميات معينه، يعني مثلا المفروض اذا ما بيقدر ياخذ يعني زي جرعات صغيره كثير، المفروض من خلال مصاصه او من خلال التيوب صغير يصير ياخذ جرعات بسيطه جدا، ويترك مسافات ما بين المره والمره لبين ما معدته تقدر تتقبل. وكثير من الاشخاص اللي بيعمل عمليه يقول لك انا حاسس بالضبط كيف السائل عم بيمشي يعني ابتداء بالفم انتهاء بالامعاء، انه حاسس بالضبط كيف السائل عم بيمشي، لانه طبعا تم قطب وقص المعدة والأمعاء، فبكون لسه يعني زي ما بقولوا لسه متهيج شوي، لسه يعني حامي تقريبا. فهاي بتستمر، هذا النظام بيستمر لأسبوع أو أسبوعين. هلأ من بعدها بنبدأ شوي نزيد أنواع السوائل، واللي بقولوا الفلويد دايت، بصير مثلا ممكن ندخل أنواع من الحليب، الحليب المفروض خالي الدسم علشان كمان ما يهيج المعدة. ممكن أنواع الشربات تتقل شوي، ممكن نضاف لها برضو كريمة خفيفة الدسم. ممكن نستعمل أنواع البروتينات اللي هي بنخلطها مع المي او مع الحليب، لانه البروتين بهالمرحله بيكون كثير مهم علشان يشفي الجروح اللي موجوده جوا، بيساعد على التئام الجروح اكثر. هاي كمان المرحله بتستمر كمان من اسبوع لاسبوعين، بالعاده بتاخذ وقت اطول. المفروض انه ما يكون فيها يعني ما نستعجل انه والله لا انا جوعان كثير تقلوا لي مثلا الشوربه اللي انا عم باخذها، حطوا لي فيها شقف او بدي فيها بطاطا، بدي شيء يشبعني، لانه انت طبعا عم تحكي على وزن عالي والشخص لسه مش متعود على كميات قليله كثير من الاكل. فعشان هيك انه ما لازم نرد عليه، ومعلش انه لازم يتحمل هاي الفتره. من بعدها يعني عم تحكي هلا صار لنا هيك من 3 لـ4 أسابيع تقريبا من بعد العمليه، نبدا شوي شوي نضيف الاكل ويكون مطحون جيد، يعني كثير مطحون كويس، بحيث انه يقدر يبلعه بطريقه سلسه وما يشكل اي صعوبه. طبعا الكميات بتكون كتير بسيطة، يعني كميات صغيرة، والسوائل بعيدة عن الأكل بشكل كتير كبير، يعني مثلا إذا الشخص تناول كمية بسيطة المفروض تناول مثلا مي أو عصير أو خلافه يكون في بينهم ساعة أو ساعتين علشان ما ينخلطوا ببعض. اذا يعني احنا رح نستكمل موضوعنا، لكن بالحلقات القادمه بدنا نشكر حضورك معنا بهالصباح اخصائي التغذيه دانا بردخشي. شكرا لك. شكرا لك. اعزائي هيك وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي معكم، مكملين بفقرات بمواضيع و